السادة المتحدثين، أرحب بحضراتكم مرة أخرى، والآن نبدأ هذه الجلسة مع كلمة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وليتفضل سيادته لإلقاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي طبعا في البداية أن أنا أرحب بحضراتكم اليوم في مناسبة إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. والحقيقة هذا المشروع اللي بيأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس لتطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، واللي بدأناه كدولة مصرية على مدار السبع سنوات الماضية من خلال حزمة من المشروعات القومية التنموية الكبيرة اللي بتتنفذ على كل ربوع مصر. والحقيقة يمكن يعني الحجم التنمية اللي الحمد لله الدولة المصرية قامت بيه على مدار السبع سنوات الماضية بالتأكيد هو حجم نمو غير مسبوق في تاريخ مصر على الإطلاق، ويعني بيأتي كخطوة من ألف خطوة كما يعني دائما يقول فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن العزيز. واسمحوا لي هنا يمكن أن أتوقف أن يعني إحنا كدولة وكحكومة لما وضعنا رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة تحت عنوان مصر تنطلق، كان أحد أهم مكونات هذا البرنامج هو هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واللي هدفه مش فقط موضوع الحد أو التنظيم الزيادة السكانية، ولكن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة المواطن بجودة الحياة والارتقاء بالعنصر البشري اللي هو قوام هذه الدولة. الدولة المصرية النهاردة أنفقت وبتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية في عشرات الألوف من المشروعات اللي بتتنفذ في كل ربوع مصر سواء في الريف أو الحضر، بهدف فعلا أن احنا نعوض الظروف الصعبة اللي مرت بها مصر على مدار فترات ويعني وعقود سابقة، وتأخرنا في حاجات كتيرة نتيجة للظروف اللي مرت بها مصر. فالنهاردة احنا يعني ما يتم تنفيذه على الأرض وبشهادة العالم كله، يعني بالرغم من كل الظروف العالمية الصعبة جدا، هو بجميع المقاييس هو إعجاز. ولكن على الجانب الآخر، هل النهاردة احنا شايفين ان ده يكفي للدولة المصرية والمحاولة معالجة التراكمات السابقة؟ بالتأكيد مع ضخامة التراكم السابق، والأهم كمان والأصعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللي بتحصل مع الزيادة السكانية، الموضوع بيبقى يعني شيء شديد الصعوبة والتعقيد ان احنا كدولة نقدر نتواكب مع حجم هذه التحديات. ويمكن عشان كده يمكن لما فخامة الرئيس أطلق يعني اللي أنا بعتبره أكبر مشروع في العالم النهاردة بيتم تنفيذه، مشروع حياة كريمة، واللي بيستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري، ده بجميع الأحوال مشروع ضخم جدا ومشروع بكل المقاييس العالمية، مشروع فريد من نوعه، عشان فعلا نحقق جودة حقيقية للحياة ل 60% من الشعب المصري في خلال 3 سنوات علشان نقدر نغير ونعوض ونغير وجه الحياة هناك. ولكن القضية الحالة اللي احنا النهاردة بنتوقف عندها كحكومة ولسان حالة، طب وماذا بعد؟ على الرغم من كل هذه الجهود اللي بتبذل، ما زال التحدي قائم. والتحدي قائم في بمنتهى الأمانة الزيادة الكبيرة والمستمرة بالسكان، واللي بيقابلها على الجانب الآخر وفوراً احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، في تعليم وصحة ومواد غذائية ومياه وأراضي للتنمية وإسكان. حجم هائل النهاردة إحنا كدولة دائما بنتوقف عنده ونجابهه في كل سنة وإحنا بنحط الموازنة. فخامة الرئيس إحنا في هذه المرحلة، ويمكن لا يخفى على أحد، إحنا بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، وببدأ بتناقش مع كل زملائي الوزراء على حجم الاحتياجات الجديدة اللي احنا محتاجينها. وطبعا بمنتهى الأمانة، وانا اسمحوا لي بس حدي بعض الأمثلة البسيطة، بنواجه بحجم أرقام يعني حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع أن تجابهها. أنا حدي سبيل، حدي رقم بس واحد هتوقف عنده. احنا النهاردة في عام 21 الزيادة الطبيعية لمصر تقريبا 1.5 مليون نسمة،
وهي الفرق ما بين المواليد والوفيات. 1.5 مليون نسمة دول عشان نعرف احتياجاتهم قد ايه، انا هدي مثل واحد. اذا افترضنا ان اي مدرسة واي فصل تعليمي عشان يبقى عدد فيه مناسب، من المفروض بنقول من 30 طالب، هقول حد اقصى واتجاوز 40 طالب. يبقى انا كدولة محتاج كل سنة اضيف 40,000 فصل جديد عشان هذه الزيادة السكانية. 40,000 فصل تكلفة إنشاء الفصل النهاردة فقط 0.5 مليون جنيه. هنا بتكلم على الفصل جوه، يعني لما بحسب قيمة المدرسة بقول دي فيها 20 فصل، يبقى تكلفة المدرسة على طول كده بقول 10 مليون بكل خدماتها بكل شيء. يبقى أنا لو بتكلم على 40,000 فصل في 0.5 مليون، يبقى حضراتكم بتتكلموا على 20 مليار جنيه كل سنة أنا محتاج أضيفهم عشان أبني فقط فصول. ده ناهيك على إن أنا محتاج أعين ليهم معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة. طب إحنا عندنا تراكمات قد إيه؟ عندنا تراكمات بتصل إلى حوالي 200,000 فصل النهاردة موجودة من الفترات السابقة، وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة عشان نحاول نخفض هذه الفجوة. طب إذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، طب هنعمل إيه في الجديد اللي كل سنة مطلوب مني أضيف هذه الأرقام الهائلة؟ الكلام ده بينطبق على الصحة، بيتكلم على حجم مستشفيات كل سنة أنا مطالب كدولة أضيفها لإمكانياتنا وقدراتنا، ومش فقط مباني، أنا بتكلم هنا مباني وبنية أساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات. فالنهاردة إحنا كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس لما بنتناقش به مع كل الحكومات المماثلة وكل الحكومات المثيلة، دائما لسان حالهم بيقولوا أنتوا بالنسبة لكم طب وماذا بعد؟ أنتوا شايفين الدنيا هتروح لفين بعد 10 سنين و15 سنة مع القدرات، بالرغم من كل المشروعات اللي إحنا شايفينها أنتوا بتنفذوها على الأرض هائلة، ولكن على الأرض برضو عندكم التحدي بتاع التنمية البشرية وزيادة عدد السكان، وإحنا هنعمل فيه إيه؟ والنقطة الأساسية، ويمكن عشان كده برضو اللي أنا حابب أديها كمثل، قضية المياه والأمن الغذائي. إحنا النهاردة لو نتذكر جميعاً في 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة. إحنا النهاردة يعني في شهر مارس طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هنبقى 103 مليون. يعني زدنا 5 أضعاف. نصيب كمية المياه اللي بتصل لنا كمية ثابتة. إحنا لما كنا عند عدد سكاننا 55 مليون نسمة، إحنا كنا وصلنا إلى حاجز أو حد الفقر المائي. لأن ببساطة شديدة إحنا مواردنا كلنا عارفين من المياه النيل 55 مليار. مع بعض الموارد الأخرى بتصل إلى 62. فالنهاردة تعريف الفقر المائي هو نصيب الفرد 1000 متر مكعب في السنة. مصر لما وصل عدد سكانها ل 60 مليون احنا بدأنا الدخول في حد الفقر، النهاردة احنا 103. معنى كده ان تراجع نصيب الفرد من المية الى ما يساوي 550 ل 580 متر مكعب فقط، يعني حتى نصف معدل الفقر اللي المفروض كنا نبقى عليه. طب اذا كنا النهاردة مع كل الدعم الهائل اللي بتقوم بيه كل مؤسسات الدولة وخطة النهاردة الدولة المصرية بتنفذها للاستفادة من كل قطرة مياه، النهاردة احنا عندنا يعني توجيهات فخامة الرئيس وتنفيذ المشروعات اللي بنعملها في كل رقعة من مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وتحلية المياه والاستفادة من كل نقطة مياه كانت موجودة النهاردة وتطهير البحيرات والترع وتبطين الترع، كل ده عشان نوصل إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية الموجودة حالياً ونغطي الاحتياجات الحالية للعدد السكان اللي موجود. طب نتخيل مع بعض لو استمر نفس هذا المعدل في الزيادة كيف سيكون الحال كمان 20 سنة مع نفس كمية المياه اللي موجودة؟ هيبقى لا يوجد بديل قدامنا غير موضوع تحلية المياه والتوسع في تحلية مياه البحر، وده بديل حتى هذه اللحظة بديل شديد التعقيد، تكاليفه كبيرة، ومش هينفع ان انا استغل هذه الموارد عشان ابدا ازرع بيها ولا اعمل، هيبقى بالكاد ان انا اوفر مياه شرب
أو مياه للناس. فده تحدي ضخم جدا النهاردة إحنا كدولة محتاجين إن إحنا كلنا كمواطنين نتوقف شكل بلدنا. إذا كنا النهاردة بنصارع الزمن والدولة المصرية بتصارع الزمن علشان إنها تعوض ما فات، طب كيف سيكون المستقبل كمان 20 سنة؟ كيف سيكون الحال لو إحنا النهاردة بعد 20 سنة بقى عدد سكاننا يقترب من 150 مليون؟ كيف يمكن أن يعني نتخيل أو يعني نفكر كده الدولة المصرية هتدير إزاي هذا العبء الكبير؟ لأن الموضوع ليس فقط هو مشكلة، ودائما ده أنا حابب أن أنا أقولها بصورة واضحة لكل المصريين، دائما ينظر لهذا الموضوع يمكن من بعض المواضيع منظور ثقافي، موضوع ديني، ويعني أن إحنا العنصر البشري هو عنصر أكيد عنصر إيجابي وكل الدول بتقاس بالعدد السكان وقدراتها، ولكن الموضوع ليس عدد فقط، الموضوع في الأساس هو جودة العنصر البشري. جودة العنصر البشري، هل هذا العنصر اللي موجود والفاعل على أعلى مستوى من التعليم والوعي والثقافة والصحة وعنده القدرة أنه ياخد كل خدماته، ولا هو مش قادر أن هو يحصل على هذا الكلام لأن موارد الدولة اللي هو موجود فيها ليست قادرة على توفير هذه الخدمات بالرغم من كل الجهود الهائلة اللي بتتعمل جوه الدولة؟ لأن الموضوع، معلش أنا آسف أقول، أرقام في الآخر، قدرات موارد طبيعية موجودة في هذه البلد قصاد النمو السكاني اللي بيحصل. وهذا الموضوع أكده الدستور المصري في المادة 41 اللي قال إن الدولة المصرية لازم تحط برنامج للتنمية والترشيد السكاني في ضوء تعظيم إن إحنا عايزين نستفيد بالموارد المتاحة لدينا طبيعية، وإن إحنا إزاي ننمي العنصر البشري. وبالتالي القضية اللي النهاردة بنطرحها يعني قدام حضراتكم جميعاً إن حان الوقت لينا كمصر إن يكون لينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، وإن إحنا كلنا كمواطنين ننظر لهذه القضية إنها قضية أمن قومي وقضية حياة أو موت وبقاء لهذا الوطن، لأن كل زيادة كبيرة واللي مش هنقدر إحنا كدولة نستطيع بمواردنا الطبيعية نلبي الاحتياجات الأساسية اللي إلينا هيبقى ده شيء عنصر سلبي وضاغط علينا كلنا، ولازم إن إحنا ننظر لهذا الموضوع. ما يبقاش لسان حال الأسرة المصرية، أنا آسف أقولها، ما يبقاش كل واحد فينا بيقول هي جت عليا أنا على الأولاد بتوعي، لا، إحنا لازم إن إحنا ناخد في اعتبارنا المستقبل الفترة القادمة وكيف نتعامل معها. إحنا الحقيقة درسنا في خلال هذا المشروع تجارب الدول الأخرى وشفنا الدول الأخرى تعاملت مع هذا الموضوع إزاي وحطت إزاي عدد كبير من هذه الدول البرنامج بتاعها كان مكون من يعني مزيج من الحوافز الإيجابية والحوافز السلبية. لكن إحنا بقدر الإمكان من خلال هذا البرنامج وضعنا النهاردة رؤية واضحة جداً إلى أن إحنا بنحاول نغلب أولاً الوصول لكل المواطنين بكل الخدمات الأساسية اللي هم عايزينها عشان نساعدهم في موضوع تنظيم الأسرة، في إعطاء بعض الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية عشان تشجعها على الوصول للهدف اللي إحنا نتمنى الوصول إليه أن يبقى معدل الإنجاب بحد أقصى طفلين في الأسرة الواحدة. كل ده اتحط والنهارده يمكن هيشرحه زملائي معالي الوزراء لحضراتكم عشان نوصل لكلنا للهدف ان احنا نكون شايفين مصر فعلا في خلال العشرة 15 سنة القادمة بتحقق اعلى معدلات تنمية، والمواطن المصري يستطيع فعلا ان يشعر بان كل الجهد الهائل اللي بيحصل النهارده بيصل اليه فعلا بصورة مرجوة، لان هو ده التحدي الرئيسي اللي احنا كلنا شايفينه النهارده مع بعض واللي دائما احنا كلنا بنفكر فيه كمجموعة. طب إذا كنا النهاردة مع كل حجم لهذا العمل وكل الجهد وكل الاستثمار اللي الدولة المصرية بتنفذه وقادرين النهاردة بنتواكب أو بنتماشى مع حجم التحدي، طب إيه اللي هيحصل كمان 10-15 سنة؟ ولازم كلنا نتوقف عند هذا السؤال مع استمرار الزيادات بالصورة الكبيرة اللي موجودة. أعتقد أنا حابب أن أنا أختم كلماتي بأنه حان الوقت لينا كلنا كمصريين، وهنا أنا مش بتكلم مش بنفصل ما بين الحكومة والشعب، إن إحنا كلنا نتحرك مع بعض على تحقيق هدف إن إحنا كيف نرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية على الأقل في 10-15 سنة القادمة علشان نستطيع فعلاً إن إحنا نعوض التراكمات ونخفض التراكمات اللي موجودة سابقاً ونحقق زيادة في معدلات جودة الحياة لكل المواطنين بتوعنا إن شاء الله في
في إطار الرؤية والدعم الكبير اللي الدولة المصرية النهاردة بتقوم بيه من مشروعات والتوجيهات الكبيرة اللي بتقوم بيها القيادة السياسية عشان نحقق كل مستهدفاتنا لغاية 2030. أنا بتوقف عند هذه الجزء وبشكر حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى مدبولي. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.